السلام عليكم، مرحبا بالواضح. معكم محسن وإيمان، كوبي المغربي. اليوم غتعيشوا معنا الأجواء ديال كيفاش كنصايبوا فطور في رمضان. مرحبا بكم وقبلوا علينا. اول وجبه غادي نحضروا هي العنب. هي مره داخل معايا محسن الكوزينه، ها هو كيعاونني زعما. انا رجال الطاوله ديالنا مهم في الحياه. شتي داك اللي كيقول هذيك الفكره ديال انه زعما اللي يعاون مرته عيب، بالعكس داك راه عنده نقص، هو ما تيقش في راسه اصلا. انا دابا راني بديت في المونتاج ديال العنب. هذه الورقه مغربيه ديال البسطيله، ديجا خديتها قطعتها على 4، وهذه هي الطريقه اللي كندير انا العنب. كيجيو على الطريقه المهم. انا دابا وجدت العنب، ما تضحكوش على العنب ديالي. محسن غادي يعصر الليمون. هادو العنب ديالي ها هما طابو، المهم ما تضحكوش عليهم. واحده ما كتشبهش الاخرى، ميقا ديال الغراض. محسن عفاك جبت لي لابواط ديال الربيع من الثلاجة. شكرا. هذه هي الباجو ديالنا من بعد ما نقيتها وغسلتها وحليتها من الداخل. دابا غادي نقادوها باش نديروها في الفران ان شاء الله. بالنسبة للحوت باقي صعيب عليا، باقي المهم. هاي الحوتة ديالي وجدات، دابا غادي نديرها في الفران 150 درجة، نخليها واحد 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. إيمان حطيها بوالدة، يعني ما كاينش داك الفرق. جيت من دار الوالدة لقيت إيمان، يعني تهلات فيا وكنوجه لهم يعني التحية بجوج صراحة، الله يخطيهم علينا. هاي الحريرة اللي كيعجبني في الحريرة هو الكاياس. تحمص دابا من بعد ايمان مسألة داكشي اللي سهل، عندي داكشي اللي صعيب. انا دابا نقطع الليمون وغادي نعصرو. دو اصعب مهمة. دابا سالينا، هادشي هو اللي وجدنا كبيرة في الكوزينة. هذا الحوت، البيتزا، المسمن، البغرير، العنب، درنا سلطه ضروري الحوت خاصه مع سلطه الحريره، وكما قلت لكم البريوات الشباكيه راه ضروري كيكونوا في مائده الافطار. والتمر الحليب باش غادي نبداو الفطور ديالنا، وعصير الليمون اللي صاب محسن. المهم حنا وجدنا الفطور ديالنا مع سناء اليوم، داز داكشي زوين بزاف. نحفطوا. المهم راه قد الاذان. خلي فمك خلي الفطور.